وانا في 3 مشاريع من بدري بقعد اقول نفسي فيهم. أيوة. عاطف الطيب، الله، سيد درويش، منير مراد. منير مراد دول الـ3 اللي انا متيم بيهم بزياده. ويمكن منير مراد اللي كبره عندي استاذ خيري بشاره، واحنا بنعمل اطفال قعد قال لي انت جدا. فدول متيم بيهم لاني برضو محدش فينا شاف عاطف الطيب في حياته، وانا متيم بعاطف الطيب بجنون. يعني بيخش اوضتي في مكتبي بيلاقي صورهم كتير بيتخض. انت ايه علاقتك بيهم؟ لا بس انت فيك شبه من عاطف الطيب. مش بس الملامح، الطريقه والدماغ، الشبه النفسي، يعني سيد درويش ومنير مراد وكتير واكم. طب منير، منير مراد برضو صعب كشخصيه انك انت ممكن تلعبها. هو ظهر في وجداننا، ولكن في وجداننا احنا كمصريين بسكتشين 3. ولكن منير مراد حياته مليئه. ايوه، ايه اللي لفت نظرك فيها؟ ملحن عبقري. احنا طبعا مليك حمد، احنا انت صعب يا مفيده ترجعي ورا في الزمن، صعب وراهن ده تلاقي مطرب او ملحن نختلف عليه. صح، ممكن نختلف على بعض الممثلين، على بعض المخرجين، على بعض الكتاب، وده نادرا. صعب تلاقي مطرب قديم مش حلو او ملحن، لكن منير مراد عبقري. منير مراد استعراضي وبيغني وبيلحن. لا هو انت مختار عبقرة، كل واحد عبقري في مجاله، وحتى محمد فوزي طبعاً. يعني دول قمة العبقرة. وجدانه عايش فينا. انا عشان برضو من عشاق ومجانين محمد فوزي. بس خلينا اسالك على حاجة في عاطف الطيب تحديدا، عشان انا كنت من العاشقين لعاطف الطيب. وعلى المستوى الانساني كان شخص اكتر من بديع يعني. طبعا. لكن انا كممثل هيبقى عايز اعمل شخصية نجم، شخصية مطرب. ايه اللي في عاطف الطيب استهواك كمخرج، او في تفاصيل حياته استهواك ان انت هو ايه اللي مش في عاطف الطيب اللي يقرا عن عاطف الطيب؟ انا كل الكتب اللي اتعملت عن عاطف الطيب انا قاريها وعارفها كويس، وقعدت مع الاساتذه الكبار كتير، استاذ خيري واستاذ سعيد الشيمي، وقعدت مع ناس كتير بقى. ايه اللي في حياه عاطف الطيب ما يشدنيش؟ عاطف الطيب المخرج الوحيد او الجيل بتاع الثمانينات بتاع الواقعيه السحريه، خان الله يرحمه وخيري بشاره، مع حفظ الالقاب للجميع طبعا، استاذ داوود واستاذ عاطف وحتى استاذ رأفت المهي. لا عاطف الطيب كان مميز. عاطف الطيب تعرفيه من الكادر بتاعي. انا كنت انا عيل صغير بقعد، انا حبيت، انا طول عمري بتاع مسرح. حتى لما جيت اقدم في مسرح اقول لهم انا مش عايز امثل، انا عايز امثل على المسرح بس. عاطف الطيب هو اللي حببني. اي كادر بيعدي بشوفه بعرف ان ده عاطف الطيب لوحدي. بتشوفه ايه؟ بتشوف فيه ايه؟ عاطف الطيب حي قوي قوي. إيه؟ عاطف الطيب كان بيحب الحاله. أيوة. اكتر من التكنيك. ايوه، احنا ايه الدراما اللي في حياته؟ انا عارفه بس كتير. انت بالنسبه لك كتير. ايه الدراما اللي في حياته؟ اللي هيقرا المقدمه اللي عملها استاذ صلاح ابو سيف عنه وبيتكلم عنه وهو طالب صغير، قال لك دخلت لقيت طالب قاعد في القاعه مش باصص على المحاضره، وقاعد قدام صلاح ابو سيف وباصص من الشباك طول الوقت. قال لك الاول ما توقعتش منه حاجه او مش مركز معايا، هو طول الوقت كان قاعد بيراقب، كان مصدق اللي بيعمله. لما في كتب المسرح او كتب الفن عموما المخرج لازم يبقى مصدق ومؤمن بيعمله. عاطف الطيب ما فيش موضوع ناقشه في ال 21 فيلم بتاعه ما كانش هو دايب فيه. لما تسمعي لبلبه مع حفظ الالقاب طبعا نجمتنا الكبيره بتتكلم عنه، هو كان متيم بشغله. لما تقري عن سعيد الشيمي بيقول لك ان هو كان عنده ازمته الصحيه بينام قبل ما يظبط الشوت عشان يقوم يشتغل، كان مصدق. كل الممثلين اللي اشتغلوا مع عاطف الطيب مختلفين. استاذ احمد زكي الـ5 افلام بتوعه مختلفين مع عاطف الطيب. نور الشريف لما اشتغل معاه مختلف. اعظم عظماء مصر، 9 افلام اللي عملهم معايا مختلف كتير. مدام نبيلة عبيد، كل الناس، حتى لبلبة هو اللي عمل حسني. ايه العمل السينمائي اللي كنت تحب انك تكون موجود فيه يا ميدو؟ كتير. اي فيلم عاطف الطيب بس اولهم البريء. ايه؟ احمد سبع ليرة رضوان الفولي طبعا. البريء. مين 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 المخرج اللي يتحمس لبطل زي ده؟ احنا قعدنا نقعد نحلل شخصية احمد سبع ليرة دي هنقعد نتكلم فيها طول حياتنا. ما تعرفيش هو ساذج ولا عبيط ولا غبي ولا طيب. هتقعدي تحتاري. دي فلسفه عاطف الطيب قبل عظمه ممثلنا وقبل عظمه كتابنا. دي اختيارات عاطف الطيب من اول سواق الاتوبيس لغايه جبر الخواطر. انذار هو طيب. مين المخرج اللي يخش يتناقش موضوع ساعتها في وقته فج علاقه حب ما بين اثنين، الراجل بيحرف على قضيه انذار بالطاعه ولا ليلى 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 علوي ومحمود حميده. شوفي يا عم سيد عزمي العظيم اللي هو طول عمره كان بيعمل بقلز، لما يروح يعمل ابو ليلى علوي والمشهد الشهير ما بينه مع الكورنيش، دي عين عطف طيب. شوفي ابو بكر عزت في ضد الحكومه، دي عين عطف طيب. طب انت بتعرف بالثقافه دي كلها والحب والعشق للسينما تتعامل في هذا العالم المختلف اللي انت فيه؟ لا ما بعرفش اعمل خالص. لا للاسف. عشان كده انت كتبت قلت لا السوشيال ميديا ولا التيك توك ولا الانستجرام ده هو الفن الحقيقي. عندي السوشيال ميديا للاسف عشان بقى عندي اكونتات فيك باسمي، بس عندي بس بعمل اللي بحبه. يعني ما فيش حاجه بتجبرني، ما فيش حد بيجبرني. انا بابا ومامتي مش بيجبروني، فالسوشيال ميديا تجبرني. شخصيه متمرده. ايوه بس في نفس الوقت هي حاجه بتدير الحياه. مين اللي قال؟ بتدير شهرتك. مين اللي قال؟ بتدير اعمالك. مش دايما، مش دايما. عادل امام العالم اللي احنا فيه سوشيال ميديا.